ابي بناك سبعه عشان نصير لعيب في اللعبه. انا شاركي اللعبه يا بار. كم كنت ذابح انت؟ تعال سأل العب؟ اسكيس يسكو ايز وايد ما عندي ما لعب بس راح وقت كنت العب والله العظيم يعني شي نهجم اخر جيم لعبناه هو ذابح سبعه انا ذابح خمسه. انا شاركي لعيب بس نلعب انا وهو نلعب اي سنايبر يعطيني اياه كيف العب والله اسال حمادو لعبت يا حمادو سويت لك كيري تعب انت عندي سنايبر عقو حمادو نوك انا بعيد طق الاول نوك طق الثاني نوك فريزن 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 تضغط فريزن 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 طور فريزن 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 ما حد نقز وياك ما حد نقز ما حد نقز ما حد نقز خلنا مطور نيتشيني زارت البرزان خلي باو تعال تعال مطور نودي سعيد نيتشيني هاي ساره وين ساره وين هاي سارتك اوه بعد الدائره تكون عندنا لوت المكان ونصير هني الاول خوز زين هذا ترى هو عاش يعني ما هو صار في سياره عندنا لو تداخل انا بلوت هنا لو تداخل انا بلوت كان هذا ايش يقول حق ساره انه ريل جمال هو اكيد يعني بيقول لنا ريل ما تدري طور فتح لك باب رزق اليسار لان هاي يعني. شو؟ فتح لك باب رزق زين عقب المهم شيء اسمه تصادم بعدين المهم قام شرطي هاي صاروا عند ساره لا تكتب المويا ما تشتغل مطور نزار فتح لي باب رز حاجه قلت اتعرف عليها فيه مطور رز كيف الباب الرز قلت فتح لك اياه حمود بلعب جيم كوفي يا جيد خوشة عرض خلاص اوكي ترم تخشنا يا ولد يا الله هي كوك اللي يطلق لك يكون جراد ماستر ويطلع بالغلط يفتح لك الباب ما يفتح الا حق الباب يعني عقب كل ما يدش الخير ونسلم عطيزه والله انا بسلم حرجه يا حمود متى بتتخرج؟ انا بقول لك بتخرج بقول لك ترجع يا اخوي هو ما ركبت شفت زي اكونت مثلا ديبا ديبا زاريا زي اكونت سومبرا جنجي تريزا زي اكونت بدون مكينة مرزو سيدة ضفتك ما انا باب رجك مرطوع والله بنعيد على شيء ما تنسيت دائما يجيرون فوق على اليمين جابرين بعد فوق على اليمين جابرين بعد فوق على اليمين نزار لوت هناك كامل تعال تعال في كار دخله دخله ما بقول لنا ما بقول لنا والله تعال في كار طيب كار انا بعد تعال تعال كيف بدل